تفضل يا أخي محمد من حائل. السلام عليكم. والسلام. عندي سؤال، عندي اثنين أسئلة. واحد الأول، أنا عندي سفر يوميا 150 كيلو رايح و150 راجع، وعندي صلاة العصر بالذات أقصرها مع الظهر. هذا السؤال الأول، فهل هذا صح؟ طيب يجاوب الشيخ. ما دمت في الطريق ذهابا وإيابا فإنك تجمع وتقصر، ما دمت في الطريق ذاهبا أو راجعا فإنك تجمع بين الصلاتين وتقصر الرباعية إلى ركعتين. نعم.